بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزات، طالبات الصف الخامس الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم عزيزاتي الطالبات. سوف نقوم اليوم بعمل مراجعة عامة على ما تم دراسته في الفترة السابقة استعدادا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. ولكن قبل أن نبدأ في حلقتنا لهذا اليوم، هيا بنا كي نبدأ في قراءة رؤية مدرستنا. رؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك عزيزات الطالبات أنه يجب علينا أن نتحلى ونتمسك بالأخلاق الفضيلة والحسنة التي أوصانا بها الله عز وجل، مثل الصدق والأمانة والإخلاص وبر الوالدين وطاعتهما والاستماع إلى نصائحهما وإلى غير ذلك من الصفات الحسنة والفضيلة. هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية حتى نواكب تطورات العصر الحديث ونتقدم ولا نتأخر عن بقية الأمم. يا ترى ما هي قيمتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع؟ قيمتنا هي قيمة جميلة جدا، وهي قيمة حب الوطن. ما أجمل حب الوطن، أليس كذلك؟ وها هو أميرنا الأمير تميم بن حمد آل ثاني. هي ليست بلدا نقيم بها، بل بلدا نحبها كثيرا. فعندما يكون الأصل حمد والنبض تميم واسمها قطر، هنا ينتهي الكلام. ما أجمل هذه العبارات، فإنها عبارات قليلة وموجزة، لكنها معبرة كثيرا عما يوجد ويدور بداخلنا من حب تلك البلاد الجميلة. حفظك الله يا بلادي، حفظك الله يا بلادي من كل مكروه ومن كل شر ومن جميع المكائد. والآن عزيزات الطالبات، هيا بنا كي نبدأ في المراجعة. سوف نبدأ الآن بمراجعة القواعد اللغوية، وهنا معي السؤال الأول. ضعي دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. الاسم المجرور في الجملة الآتية هو أين الاسم المجرور؟ الاسم المجرور يأتي بعد حروف الجر. هل تتذكرون حروف الجر؟ نعم، حروف الجر الباء وإلى وعن وعلى والفي واللام وإلى غير ذلك من حروف الجر. أين الكلمة التي جرت بحروف الجر؟ نعم، إنها كلمة بالقلم، بالقلم، لأنها سبقت بحرف الجر الباء، سبقت بحرف الجر الباء بالقلم. أحسنتم. السؤال الثاني. جمع المذكر السالم في الجملة الآتية هو فاز المعلمون في المسابقة. أين جمع المذكر السالم؟ فكما تعودنا ودرسنا أن جمع المذكر السالم هو كل اسم ينتهي بواو ونون أو ياء ونون. إذن جمع المذكر السالم هنا كلمة المعلمون. ثالثاً، جمع المؤنث السالم في الجملة الآتية. قرأت الطالبات قصة الأسد والفأر. يا ترى أين جمع المؤنث السالم؟ نعم، إنها كلمة الطالبات، قد انتهت بالألف والتاء. أحسنتم، بارك الله فيكم، لأن جمع المؤنث السالم هو كل جمع ينتهي بالألف والتاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. وهنا السؤال الثاني. ما نوع الخبر؟ هل هو خبر مفرد أم جملة فعلية؟ أنواع الخبر في الجملة الإسمية. أنواع الخبر إما أن يكون خبر مفرد
وإما أن يكون خبر جملة فعلية. هنا الأم رائعة. أين المبتدأ؟ نعم، المبتدأ هو الاسم الذي ابتدأنا به الكلام، إذن الأم مبتدأ. وأين الخبر؟ الخبر كلمة رائعة. وما نوع الخبر هنا؟ نعم، نوع الخبر هنا، أحسنتي، مفرد. نوع الخبر مفرد. لماذا مفرد؟ لأن كلمة رائعة اسم، لأن كلمة رائعة اسم، واتفقنا أنه عندما يكون الخبر اسم فبالتالي يكون نوعه مفرد. جزاكم الله خيرا. المؤمنة تتوكل على الله دائما. أين الخبر في هذه الجملة؟ نعم، كلمة تتوكل هي الخبر. ما نوع هذا الخبر؟ أحسنتم حبيباتي، نوع الخبر هنا جملة فعلية. لماذا جملة فعلية؟ لأن تتوكل فعل أم اسم؟ نعم، تتوكل فعل. إذن طالما أن الخبر جاء فعل، إذن نوعه جملة فعلية. أما هنا العلم نور. أين الخبر في هذه الجملة؟ نعم، كلمة نور. ما نوع الخبر هنا؟ خبر مفرد، لأن الخبر جاء اسم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. اقرأ الفقرة الآتية ثم استخرجي ما يأتي. إن الرياضة مفيدة، فهي مفيدة للجسم وتمنحه القوة والنشاط، كما أنه بممارسة الرياضة يستطيع الإنسان وقاية جسده من الأمراض، ومعلمات الرياضة يحرصن على توعية الطالبات بأهمية الرياضة. والآن عزيزات الطالبات، من تقوم باستخراج اسم إن من هذه الفقرة؟ نعم، كلمة الرياضة، الرياضة اسم إن، كلمة الرياضة اسم إن، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إذن كلمة الرياضة اسم إن. ومن تقوم الآن باستخراج جمع مؤنث سالم؟ جمع مؤنث سالم، واتفقنا أن جمع المؤنث السالم هو كل جمع ينتهي بألف وتاء. أين هي؟ أحسنتم، كلمة معلمات جمع مؤنث سالم، وأيضا كلمة الطالبات جمع مؤنث سالم. هيا بنا نقوم بكتابتها، الطالبات وكلمة أيضا معلمات. جزاكم الله خيرا. ومن تقوم الآن باستخراج اسما مجرورا؟ اسما مجرورا، من تقوم؟ أحسنتم، الاسم المجرور كما ذكرنا منذ قليل هو الذي يأتي بعد حروف الجر، وحروف الجر جميعنا نعلمها جيدا، هي من وإلى، عن وعلى. أحسنتم، الباء واللام. إذن حروف الجر هي، هيكم بكتابتها معي، حروف الجر من وإلى، عن وعلى، والفي والباء واللام أيضا. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن الاسم الذي يقع بعد هذه الحروف يكون اسما مجرورا. هنا أحسنتم، كلمة الأمراض اسم مجرور، كلمة ممارسة اسم مجرور، أيضا توعية اسم مجرور، كلمة أهمية اسم مجرور. هيا يا عزيزتي قومي بكتابة أحد هذه الأسماء المجرورة. بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك إلى التدريب الذي يليه. الحرف الذي يفيد التوكيد هو؟ أين الحرف الذي يفيد التوكيد؟ نعم، الحرف الذي يفيد التوكيد هو من الحروف الناسخة، هو إن. بارك الله فيكم، إن حرف ناسخ يفيد التوكيد. ثم وظفيه في جملة مفيدة من إنشائك. من تقوم بتوظيفه
في جملة مفيدة من إنشائها؟ أحسنتم، أي جملة تستطيعين كتابتها؟ نستطيع أن نقول إن السماء، إن السماء صافية. أحسنتم، إن السماء صافية. هنا لاحظي معي هنا أن اسم إن، أحسنتم، اسم إن دائما منصوب والخبر مرفوع. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. الحرف الذي يفيد التمني هو، أحسنت، ليت. ليت من أخوات إن، وهي من الحروف الناسخة وتفيد التمني. من توظفها في جملة مفيدة؟ أحسنت، نستطيع أن نقول ليت الزمن يرجع إلى الوراء. عفوا، ليت كما تعرفون أنها تفيد التمني، وتمني شيء يستحيل تحققه، شيء يستحيل تحققه. هذا هو الفرق بين التمني والرجاء، أن التمني أنني أتمنى شيء يستحيل أن يتحقق، فالزمن استحالة، من المستحيلات أنه يرجع مرة أخرى. فهنا ليت من أخوات إن بتفيد التمني، ليت الزمن يرجع إلى الوراء. شكرا لكم. أما الآن فعل ناقص يفيد التحول من حال إلى حال هو، ما هو الفعل الناقص الذي يفيد التحول من حال إلى حال؟ نعم، إنه سارة. سارة بتفيد التحول. أحسنتم، نستطيع أن نقول سارة الماء ثلجا. أحسنتم، فهنا الماء اسم سارة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثلجا خبر سارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن سارة فعل ناقص ناسخ يفيد التحول من حال إلى حال. الفعل الناقص الذي يفيد النفي، ما هو الفعل الناقص الذي يفيد النفي؟ نعم، إنه ليس. ثم وظفيه في جملة مفيدة من إنشائك. نستطيع أن نقول ليس التصرع، ليس التصرع فضيلة. فضيلة، أحسنت يا حبيبتي، لأن ليس أيضا من أخوات كان، تفيد ماذا؟ أحسنت، تفيد النفي، والاسم الذي يقع بعدها مرفوع والخبر منصوب. والآن ها قد وصلنا إلى الإعراب، هيا بنا كي نقوم بإعراب الكلمات التي تحتها خط إن المعلمة. ما إعراب كلمة المعلمة؟ أحسنتم، ننظر إلى ما قبلها، يوجد قبلها إن، وإن هذه من الحروف الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذن كلمة المعلم هنا تعرب اسم إن. أحسنتم، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنتم، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كان الاختبار سهلاً، كان الاختبار سهل. ما إعراب كلمة سهل؟ أحسنت، سهل خبر من؟ خبر كان، وخبر كان بيكون، أحسنت، منصوب. إذن سهل خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنتم، كان الاختبار سهل أم سهلا؟ سهلا بتنوين الفتح. لماذا؟ لأن كان بتنصب الخبر، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما هنا قرأ المعلمون، ما إعراب كلمة المعلمون؟ نعم، قرأ ف
فعل ماض. أما المعلمون، نعم وقعت بعد الفعل، ونحن نعلم أن الجملة الفعلية تتكون من ركنان أساسيان هما الفعل والفاعل والمفعول به إن وجد. هنا المعلمون تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم، بارك الله فيكم، أنتم طالبات مبدعات. انتبهي، وعلامة رفعه الواو. لماذا الواو وليست الضمة؟ أحسنتم، لأنه جمع مذكر سالم. بارك الله فيكم، انتبهوا جيدا أن جمع المذكر السالم كما تعلمون يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أحسنتم، المعلمون هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أما هنا ذهبت ريم إلى الساحات الواسعة. الساحات هنا ما إعرابها؟ نعم وقعت بعد حرف الجر إلى، إذن هي اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الساحات هنا جمع مؤنث سالم. أحسنتي، لأن آخره ألف وتاء، وجمع المؤنث السالم بيجر بماذا؟ أحسنتم، بينصب ويجر بالكسرة. هنا إذن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنتم، بارك الله فيكم، لأنه جمع مؤنث سالم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن نكون قد استفدنا منها، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة، لغتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.